قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تدعو الله وإذا أردت أن تطلب من الله فاطلب منه كما يطلب الصبي الصغير، وقف على بابه وابكي كما يبكي الصبي الصغير. أيها الحبيب، انظر معي إلى طفل صغير يطلب من والده حاجة ووالده يرفض أن يعطيه هذه الحاجة، ماذا يصنع هذا الطفل؟ هذا الطفل يظل ممسكا بثياب أبيه ويصرخ بأعلى صوته ويبكي ولا يفارق ثياب أبيه إلا وقد أعطاه أبوه حاجته. قال: إذا سألت الله فلم يعطك لا تهرب من باب الله، وقف على بابه وابكي بكاء الصبي الصغير، ولا تغادر باب الله إلا وقد أعطاك الله حاجته. كل مشاكلنا ستحل إذا لم نهرب من باب الملك، كل مشاكلنا ستحل إذا بقينا واقفين على باب الملك نبكي بكاء الأطفال، نبكي بكاء الأطفال، لا نغادر باب الله إلا وقد أعطانا الله حاجتنا.